كانت تجربة جدا بشعة وصعبة جدا علي وعلى انتصار. تعرضنا لأشد أنواع التعذيب والتنكيل بنا، وهذا شيء ما مريتش فيه أنا فقط، مرت فيه انتصار وما زالت لحد الآن بتعاني من أشد أنواع الضرب والتعذيب. سنة ونصف ونحن في سجون الحوثي، تم إصدار حكم ضدنا 5 سنين وتم تلفيق لنا أبشع أنواع التهم. تعرضنا للضرب والتحرش، وبعد أن تمت إحالتنا إلى السجن المركزي تم التنكيل بنا من قبل الزينبيات. تعاملنا معاملة سيئة، منعوا أهالينا من زيارتنا في أغلب الأحيان. حتى بعد تصريحي دفعت ضريبة جدا غالية أنا وأهلي وانتصار، حتى انتصار بنفسها بيضغطوا عليها إنها تطلع في إعلامهم وتنكر كل شيء أنا صرحت فيه، وتقول يسرى كذابة وكذا، وبالمقابل عرضوا عليها إنها تخرج.